السلام عليكم احبائي، كديرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن ما يرام. اليوم انا تبغيت نبدا نوجد العشاء ديالنا ان شاء الله، وانا نقول خليني نشارككم معكم الصوت بديت الكاميرا. اليوم ان شاء الله العشاء ديالنا غادي يكون غادي ندير القرعه معمره في الفران، غادي نطيبها ان شاء الله في الفران. كنتمنى ان شاء الله ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم، ويلا نتوكلوا على الله. بسم الله. اول حاجه ان شاء الله غنبدا غنقطع الاخر ديال القرعه من هنا ومن هنا، باش ان شاء الله ملي نحطها تكون مقاده ليا تحت. هنا كتبان ليا بانها مقاده، من هنا ولا بدا ما نقطع باش ما تبقاش عواج ليا ملي ندخلها الفران. غنقطعهم ونرجع معكم ان شاء الله. دابا مساعدة ديال المعلقة ان شاء الله غادي نحاول باش نخويهم من الزريعة. هاد الزريعة هادي كنشدها كنغسلها مزيان كنشفها وكنديرها في لاطا وكندير عليها شي شويه ديال الملحة وتندخلها كدراية صافي وتنعطي الدراري تيسناكيو بها. الزريعة ديال القرعة مزيانة مهمة وصحية حتى هي. وبالنسبة للناس اللي تيبغيو هذا يزرعوا اللي تغسلوها ونشفوها مزيان في الشمس ما حد باقا شويه ديال الشميزه هذا وتتخزن حتى ان شاء الله تجي الوقت ديال الزريع وكتزرع. اوكي، بحال هادو اللي تتكون فيهم بحال هاد القرعه هذه اللي كتكون فيها بحال هكا الحفره، بيكوز ملي جيت نحيد الان ديالها كان داخل بزاف ما عنديش كندير. تناخذ غير معلقه وتندخل شي شويه على القرعه بحال هكا وتنديرها الفرشه باش ملي نبغي نعمرها ما تتخرش هي تعمر من التحت. نفس الشيء غنديروا لهذه، هاد جوج هما الاخرين كلهم عندي مزيانين على حسب الشيب ديال القرعه. اوكي، دابا القرعه ديالي كلها واجده. في هذا الوقت هذه غادي نشعل الفران ديالي على 350 فرنهايت، هو تيسخن وانا غادي نحاول ندهن. هنا عندي ممكن تستعملوا اي زيت، انا غادي نستعمل الكوكونات. نحاول باش ندهن بها كلها القرعه ديالي. اوكي، دابا ان شاء الله غادي ندير الملحه عليهم كلهم. غندير دابا الفلفل الاسود. هنا القرعه ديالتي موجوده، درت لها الزيت والملح والبزار، الفران هو تيسخن. دابا غنوجد لاطا فين غنطيبها. هنا غنستعمل شويه ديال الكوكونات اويل، زيت جوز الهند. هنا بمساعده ديال هذا كيتشن بيبر القاعد ديال المطبخ غنحاول ندهن هذا الزيت في اللاطا كلها. اوكي، دابا انا تنستف القرعه ديالي كنديرها كلها مدهونه وفيها الملح والبزار. اوكي، دابا القرعه ديالي غتدخل ان شاء الله الفران لمده 25 دقيقه، حتى الى دخل فيها موس دغيا تخرج طيبه. 350 فرنهايت على ما اظن هي 175 سلسس، علاش انا استعملت الفران ديالي. دابا ان شاء الله نديروا القرعه ديالنا في الفران وندوزو نبداو نوجدوا الحشوه ديالها ان شاء الله.
اوكي سو القرعه ديالي تطيب في الفران. دابا ان شاء الله نبدا الحشوه ديالنا. هنا عندي معلقه ديال زيت جوز الهند. اوكي الزيت ديالي ها هي دابت. ممكن تستعمل اي زيت، زيت البلديه، اي زيت الروميه، اي زيت. سو دابا ان شاء الله غادي ندير هنا لا كل هالخضرة اللي انا استعملت اليوم درتها عبرتها بهذا 1 كاب. 1 كاب هو 250 مليلتر. كل هاد الخضرة اللي غادي ندير سبع، هذا هو العبار اللي درت. نفس الشيء درت هنايا عاوتاني كوب ديال الخيزو. الخضرة قطعتها رقيقة بزاف باش ملي نبغي نعمر بها القرعة تكون مزيانة ما تكونش كبيرة. هنا غادي نزيد كرافس سالاري. هنا درت ماشي كاب ماشي شويه، واحد نص فلفله ديك بوبلانو مع هي حاره شويه. سو درتها باش تعطي ديك النسمه ديال الحروريه. هنا الثومه قطعتها طريفات صغار. اوكي هنا عندي شويه ديال السكينجبير اللي حكيت. اوكي بالنسبه للتوابل هنا غادي ندير شويه الملحه. الملحة كتبقى حسب الذوق. البزار انا ما غاديش نديرو لان درت هذيك الفلفله شويه حاره باش ما يجيناش الماكله حاره بزاف على ود الدراري. هنا عندي الكورياندر، قزبر كارم، طحون. هنا عندي البيزل. هنا عندي تايم يا الزعتر. انا بالنسبه ليا هادو هما التوابل اللي غادي ندير ان شاء الله، وداكشي تيبقى الاختيار. نحاول انا بغيت نديرها شويه صحيه، بغيت نحاول نخليها سامبل بزاف سهله. سو هنا الخضره ديالتي ما غاديش نطيبها، غادي نخليها غير تسوطي واحد شويه ديال 5 دقائق بحال هكاك ان شاء الله ونرجع معكم. سو هنايا صوطيت الخضره ديالي لمده 5 دقائق. غادي نسخرها كلها لواحد الجنب. هنا صاو هاد الحب اللي خويت هنا، هنا فين غادي ندير هنا غادي نزيد نص كيلو ديال الكفته. ممكن تعوضوا الكفته بكفته ديال الدجاج ولا الكفته ديال لاداند ولا السوسيج حتى هويا تخويو من الداخل وديروه حتى هو تيجي مزيان. صاو هنا نهرس هاد الكفته ديالي نحلها وغادي ندير فيها نفس التوابل اللي درت في الخضره. انا دايره عافيه مهيله وتنخلي الخضره ديالي طيب على خاطرها ما غنزيد لا ما لا حتى شي حاجه فيها. صافي درت الملحه، كورياندر، قزبر كارم، بازيليك و تايم سعتره. صافي نحرك دابا كلشي. بالنسبه للناس اللي ما تياكلوش اللحم النباتيين، الا كان شي واحد نباتي بغاني ندير ليه الفيرسيون ديال النباتيين يقولها لي نديرها. انا سولت اليوم العائله ديالي بغاوها باللحم اليوم، سوا درت اليوم باللحم ان شاء الله. سوا ان شاء الله انا غادي نبقى هذا قبل هذا الشيء ديالي منين ان شاء الله يوجد كل شيء. منين يطيب اللحم ديالي يدخل بدا يدخلوا الطياب غادي نخلط كل شيء نحركهم وان شاء الله نعاود نرجع معكم. القرعه ديالي باقا ليها 6 دقائق وتكون واجده. اوكي الخضره ديالتي صبحات واجده. هنا في هذه الوحده هذه كندوقوا، الا خاصها شي حاجه كنزيدوها. انا ذقت لقيت الملحه هي هذيك. ما درتش البزار لان على ود ديك البوبلانو بابر اللي درت شويه حتى تكون حاره، ولكن هذه ما عطاتش زعما ما اثرت لي على الماكله ديالي ما حارهاش. سو غادي نزيد شويه ديال كراش بيبر باش نقولوا لها السودانيه. الفران ديالي ها هو دونك هذا الكرعه ديالي هي وجدات.
غادي نزيد غير شي شويه. كنبغيو حنا العائله ديالتي كتبغي ديك النسمه ديال الحروريه، ولكن ما كنقدروش على الحار بزاف، صافي داكشي تيبقى اختياري وشخصي. صافي ان شاء الله غنحرك هذه، غنطفي على الخضره ونجبد القرعه ديالتي ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. اوكي القرعه ديالي ها هي ولدات، خرجتها من الفران. اوكي غنخليها ترتاح شويه لانها دابا طايبه بزاف، الا قصتها تقدر تهرس ليا دغيا. غير شويه تشد راسها ونقلبها. اوكي صافي ان شاء الله هنا غنبدا نقلب القرعه ديالي. سهله باش تقلب، ديك الزيت اللي دهنا في الاول خلاتها ما تلصقش. ما شاء الله زوينه هكا بلا تعمر. اوكي دابا ان شاء الله غادي نبدا نعمر هذا القرعه ديالي بالخليط اللي وجدنا اللي طيبنا تاع الكفته والخضر. هاد الاكله هادي زوينه بزاف. اول حاجه انا معظم الوقت ملي كنكون تنوجد الماكله ديالي البريب ديالي ديال السيمانه تنوجدها تنطيبها بحال هكا، كنعمرها وكنديرها في الثلاجه، وملي كنجي من الخدمه تنجبدها من الثلاجه كندخلها ديريكتومون للفران تتسخن وتنحطوها وتتكون موجوده. هادي زعما اوبشن، اللي ما بغاش يعمرها يقدر مثلا تطيب القرعه بوحدها تطيب الكفته بوحدها، وكتحتفظي على كل واحد بوحديته في هذا في طاسه. عاد ملي كتبغي توجديها لهذا الاكل تتبداي تعمري فيها سوغ بلاص. انا ديما تنديرها بحال هكا تتكون سهله ليا. اوكي انا غنعمر هادو ان شاء الله مزيان ونرجع معكم. صافي دابا ان شاء الله غنبدا نقدم القرعه ديالتنا. اوبس اوكي سو اخر لمسه كنديرها على الطبق ديالي هي كندير شويه ديال قزبر من الفوق. سمحوا لي على الصداع، جات الشركه اللي كتنقي لينا هذا الشرده سو ما نقدرش نقول لهم يحبسوا. فوالا هنا الاكله ديالتنا صارت جاهزه. هنا درت قطعت بابايا مع شويه لا فريز مع التيخ ميلون. هذه القرعه ديالتنا اللي وجدنا، وهذوك الشبابين الصغار اللي حداها درت فيهم داكشي اللي شاط ليا ديال الكفته مع الخضره باش ما يضيعش. اللي بغى يزيد باش يزيد يعمر القرعه ديالتو يريحتو. هنا درت شلاده، هنا فيها الخس، جوج الانواع ديال الخس، وخس عادي وخس بالليف احمر ولي زيت بينار والاروغولا. لان ملي تنتقداو تنشريهم تنقطعهم ونخلطهم تيكونوا واجدين عندي ديما تنبدا نحط منهم الوقت اللي بغيت. وهذا هنا حطيت خبيز ديال الخميره البلديه، كان ديما تنصاوبو على شكل ديال دومي با باش يجينا سهل اننا نتوستوه في الفران. اوكي هكا حبيباتي نكونوا ان شاء الله سالينا الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى ان شاء الله ان الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم باذن الله.